لحظة مؤثرة جدا، ممثل كويتي شهير يبكي بحرقة لحظة وصول عبد الله رويشد إلى الكويت. لا تزال أصداء وصول الفنان الكويتي عبد الله رويشد إلى وطنه الكويت يوم الخميس بعد رحلة علاجية استمرت أشهر في ألمانيا تتصدر حديث المتابعين، وضجت منذ أيام مواقع التواصل الاجتماعي بالكثير من الفيديوهات والصور التي وثقت وصول رويشد إلى الكويت واستقباله من قبل عدد من المحبين وزملائه الفنانين والممثلين الكويتيين. وكان من بين الفيديوهات التي لاقت انتشارا واسعا فيديو ظهر فيه رئيس فرقة الماس فهد عبد الله الماس وهو لم يتمالك دموعه وبكى بحرقة تأثرا. هذا وكان بدا الفنان الكويتي عبد الله رويشد في صحة جيدة يوم الخميس في طريق عودته لبلاده بعد رحلة علاج طويلة في ألمانيا امتدت لعشرة أشهر رافقها الكثير من القلق حول حالته الصحية. وظهر النجم الخليجي والعربي مبتسماً في السيارة في طريقه نحو المطار قبل التوجه للكويت التي وصلها يوم الخميس، كما أعلنت عائلته وشركة روتانا الموسيقية. وظهر لرويشد لحظة وصوله إلى المطار على كرسي متحرك وغير قادر على تحريك إحدى يديه بحسب ما كشفت مقاطع فيديو نشرها حساب روتانا الرسمي على منصة إكس. يا هلا يا هلا يا هلا. ورصدت الكاميرا عناقا حارا بينه وبين المطرب الكويتي نبيل شعيل الذي رحب بعودة رفيق دربه إلى أرض الوطن بمقطع من أغنية لرويشد تصور أداها شعيل بصوته ونشرها عبر حسابه الرسمي على إنستغرام قبيل وصوله. وتزينت شوارع الكويت بلافتات ترحب بعودة لرويشد إلى بلاده، وتم تنفيذها بمبادرة من روتانا وساهم فيها العديد من الشركات الكويتية. وشاركت أسيل ابنة عبد الله رويشد عبر حسابها على منصة إكس صورة لإحدى تلك اللافتات التي وقعتها الفنانة الإماراتية أحلام باسم أم فاهد ترحيبا بعودة المطرب الكويتي. يذكر أنه كان قد أحيا رويشد منتصف شهر شباط الماضي ختام حفلات مهرجان فبراير الكويت 2024 على خشبة المسرح، وقدم عدداً من أشهر أغانيه، وبدأ سفير الأغنية الخليجية بصحة جيدة خلال الحفل الذي استمر حتى ساعة متأخرة، لكن ذلك الحفل كان آخر عهده بالحفلات الفنية حيث فوجئ جمهوره بعد يومين بتعرضه لوعكة صحية ونقله لمستشفى جابر بالكويت، وبدأت منذ ذلك الحين رحلة علاجية طويلة انتقل فيها نحو ألمانيا منذ نيسان أبريل الماضي. تابعوا كل الأخبار الفنية من خلال موقعنا جديدها.com واشتركوا بقناتنا على يوتيوب لتصلكم أخبار الفنانين.